اعتصام جماهيري جاء من فلسطيني الشتات وبتنظيم من شباب الحراك الجماهيري أمام مقر هيئة الأمم المتحدة في عمان، يأتي كدعم لإعلان الدولة الفلسطينية ولرفضهم القاطع لمؤامرة الوطن البديل وتمسكهم بحقوقهم وثوابتهم وفي مقدمتها حق العودة للاجئين. احنا جئنا اليوم أمام مبنى الأمم المتحدة للتأكيد على حقنا في العودة والتأكيد على حقنا في انتزاع الدولة وشرعية هذه الدولة وللسير خلف القيادة الفلسطينية بقيادة الأخ القائد محمود عباس أبو مازن للتأكيد على حقنا في أن يكون أصحاب دولة. إحنا كشعب فلسطيني في كل أنحاء العالم ساهمنا في بناء حضارات الأمم، فمن أبسط يعني أبسط إشي ممكن نعمله إنه نعمل هيك فعالية عشان نوجه الإعلام ونوجه العالم إنه يدعمونا إن شاء الله يوم الجمعة ويدعموا سيادة الرئيس محمود عباس. تعودنا كفلسطينيين بأي فكرة بأي حركة بأي حراك بأي مسيرة بأي كلمة نواجه ضغوطات من العالم كامل، وإن شاء الله بنقول اللي بده إياه وشعبنا بحصل على دولته المستقلة وإحنا إن شاء الله خلف قيادتنا مهما صار. يعني وقفة فلسطينية أردنية حملت بطياتها كل الدعم لدولة فلسطينية طال انتظارها، حيث بات واضحا بأن الشعب الفلسطيني حقيقة موجودة ومن الصعب تجاهلها، ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون الاعتراف بحق هذا الشعب، بحقه بتقرير مصيره وباستقلاله الوطني. شاء من شاء وأبى من أبى، فالشعب العربي في هذا البلد من كافة أصوله ومنابته يدعم بكل قواه وقفة القيادة الفلسطينية والتي الآن تخوض معركة تاريخية ضد كل أنواع العدوان والغطرسة على هذا الشعب القائد المناضل الذي يعتبر هو مقدمة الشعوب العربية من أجل التحرر والاستقلال بعون الله تعالى. ولكل المشككين والخارجين عن سنن وكيان وأنظمة وقوانين البيت الفلسطيني، فهو خروج مارق مهما كان التستر كثيفا ومهما كان لون الرداء، فهو لا يخدم سوى مخططات الأعداء وحلفائهم لإخضاع عالمنا العربي وليس فلسطين فقط. نقول لكل المشككين أن استلام الشعب الفلسطيني لزمام المبادرة وعدم الرهان على كل الخيارات الدولية من الكذابين ابتداء بأوباما وبان كيمون والرباعية الدولية وحتى جامعة الدول العربية، نقول للجميع أخذ الفلسطيني خياره ونحن مع القيادة الفلسطينية حتى النصر، وخياران أمامنا لا ثالث لهما، فإما النصر وإما النصر وإما النصر. صورة ولا أجمل، العالم كله اهتز بصمود القيادة الفلسطينية وإمساكها بزمام الأمور لتكون الخطوة الأولى لباقي خطوات مصيرية. العالم كله اهتز بتصميم الفلسطيني في الداخل والشتات وتمسكه بحقه المشروع والذي لا بد قادم ومهما طال الزمان أم قصر. دعم وتأييد لا محدود من شعبنا الفلسطيني في الشتات لخطوة القيادة الفلسطينية بالتوجه لمجلس الأمن للوصول بنا إلى دولة كاملة العضوية في مجلسها وللوصول بنا لدولة فلسطينية تليق بشعب كان على الدوام عنوانا للتضحية والفداء. سناء مفلح، تلفزيون فلسطين، من أمام مقر الأمم المتحدة عمان.